صباح الفل، أنا اسمي محمد فتحي غانم، مهندس عندي 35 سنة، صاحب مزرعة زايد روتوايلر كانل زايد ار كي. المزرعة عمرها دلوقتي حوالي 3 سنين. أنا بربي روتوايلرز. الموضوع ابتدى إنه أنا كنت صغير جدا زي أي حد في الدنيا، ولد أو بنت بيحب الكلاب ونفسه يبقى عنده كلب. الموضوع ما قدرتش أعمله وأنا صغير علشان family issues و restrictions and so on. كانش عندي opportunity ان انا اجيب كلب الا لما اشتغلت. رحت اشتريت كلبة روتوايلر فيميل، كان اسمها تشيلسي سنة 2006، ومن هنا ابتدى قصة البريدنج، وابتديت ان انا ابقى مور انفولفد وعندي معلومات يعني ايه جواز، يعني ايه بلاد لاين، يعني ايه بيديجري، يعني ايه مايكرو تشيب، يعني ايه اجيب كلب عارف اصله وفصله، يعني ايه and so on. فأنا بقالي سنين طويلة بعمل القصة دي، عمري ما ربيت في حياتي أي حاجة غير الروتوايلرز. الروتوايلر كلب جميل جدا، كلب قوي جدا، كلب دوميننت جدا، محتاج أونر يبقى عنده الإكسبيرينس إزاي يريز أب كلب زي ده. البريد هيستوري زي ما كل الناس عارفة وزي ما مكتوب على الإنترنت إن هو ابتدى ايام الرومان امباير في الهيردنج واكتيفيتيز تانية، وبعد كده الموضوع رجع تاني بقوه جدا ايام اي ثينك في الاربعينات في قريه روتوايل في المانيا. الكلب ده كلب لويال جدا، كلب قوي جدا، الماستر بتاعه هو كل حاجه في حياته. بس انليس ان انت ماستر قوي تقدر تسيطر على الكلب ده، هيبقى عندك حبه مشاكل في الاتيتيود بتاع الكلب وقوه الكلب and so on. في ناس كتير جدا بتقعد تسال، وانا نفسي بتسال شخصيا كتير دلوقتي، لو انا بجيب كلب لاول مره از ات ادفايزبل ان انا اجيب روتوايلر ولا لا؟ انا من وجهه نظري الموضوع مش هو حاجه صعبه جدا، الموضوع محتاج ان انت يبقى عندك بوند بس كويسه جدا، وعندك الوقت وعندك القوه وعندك طبعا الفلوس بعد التعويم ان انت تقدر تصرف على كلب. لكن الروتوايلر كلب لطيف جدا، لو انت من وهو كلب بابي صغير قدرت ان انت تعمل له سوشياليزيشن كويس، بمعنى ان يبقى الكلب على طول بيشوف ناس، الكلب على طول بيشوف عيال صغيره، الكلب مش متربي على ان هو تنمي عنده غريزه ان انت يلا كاتش على ده، يلا اقفش على ده، لما اي حد يعدي لازم تقفش. لا، ازاي الكلب ما بيهوهوش، اللي هو كلام صعب جدا يعني في بلدنا ولازم نتفاداه تماما. الكلب ده بيت مش آلة ولا آلة ديستراكشن. ايه الحاجات اللي تبص عليها وانت بتشتري الروتوايلر؟ في حاجات كتير ليها علاقه بالشكل وحاجات تانية كتير ليها علاقه بالاتيتيود والشخصيه. الشكل طبعا يعني لو قعدنا نتكلم عليها نتكلم عليه كتير، وفي حاجات ما بتبانش في البابي وهو صغير، مش بتبان اللي هو كبير. بس الحاجات اللي تقدروا تبصوا عليها انه الكلب يبقى مبدئيا، انا ما بنصحش ان انت تجيب اي كلب ملوش بيديجري او معروف هو سلالته عامله ازاي والبلاد لاين بتاعه عامل ازاي. الحاجات اللي نبص عليها غير البلاد لاين، شكل الكلب الروتوايلر لازم يبقى بلاك اند تان، ملوش اي الوان تانية. الروتوايلر لازم تبقى راسه الى حد ما اي وود سي ميديوم سايز، مش لازم يبقى هيوج. المازل بتاعه اللي هي المناخير بتاعته من اورته لحد اخر مناخيره بيبقى ليها بروبورشن معين مع السكال بتاعته، اللي هي بتبقى حوالي في اغلب الاحيان التلتين، وفي حاجات الستاندرد ساعات بتقبلها بتبقى 1 تو 1. الكلب لازم يبقى البيجمنتيشن بتاعه كويس، يبقى التوب لاين بتاعه كويس، الوانه مظبوطه، شفايفه ما تبقاش فاتحه ما تبقاش بينك، ودانه بيبقى فيه زي ديستنس كويسه جدا بين الودان، مش بتبقى قريبه قوي او بعيده قوي. دي يعني ان جنرال كده بسرعه، يعني سبيكينج اباوت ذا كلرز والشكل. الاتيتيود ده حاجه تانية، وانا بنقي جار وبحب دايما الجار اللي عنده البوتنشال ناحيه الكوره او ناحيه ان هو يهانت حاجه او يجري ورا حاجه. فالكلب اللي تلاقيه مريح على جنب كده كاشش مش عارف ايه، مش معناه انه كلب وحش، ممكن لما بيكبر شخصيته بتتغير او انت تشتغل معاه شويه عشان تعلي البوتنشال. بس انا دايما بحب لما هجيب جار وبحب الجار ده يبقى يعني الى حد ما كده ايه مشاكس شويه، مفوق شويه، عنده البول درايف عالي جدا، لان الكلب اللي عنده البول درايف العالي ده تقدر تمرنه وتعلمه اي حاجه في الدنيا.
في اسئله برضو تانيه بتجيلي كتير جدا. قصه ظهرت بقالها اي ثينك فيو ييرز، مش كتير قوي بس يعني اي ثينك مش اقل من مثلا 8-9 سنين، انه ابتدى يبقى فيه كلاب مش مجرد ان انت بتروح تشتري كلب وبس، الكلب ده بقى معاه حاجه اسمها بيديجري، بقى معاه حاجه اسمها مايكرو تشيب، لو جاي من بره بيبقى معاه حاجه اسمها باسبور، وبيبقى معاه البيديجري بتاعته بتبقى اكسبورت، يعني اكسبورتد من بلد وجاي لبلد تانيه. دلوقتي في المنظمه العالميه اللي هي اشهر منظمه، اللي هي مفروض بتلوك افتر الحقوق بتاعت الكلاب والمواصفات بتاعت الكلاب والويلفير بتاع الكلاب، اللي هي اسمها الاف سي اي، فيدرال او فيدراسيون سينولوجيك انترناشونال، دي اي ثينك ان هي بلجيكي، والريبريزنتيف بتاعها في مصر منظمه اسمها ايجيبشن كانل فيدريشن اي كي اف، دي المنظمه اللي بتمثل الاف سي اي في مصر. اللي مطلوب منك ان انت تقدر عشان تقدر تشارك في بطوله او تشارك في كومبيتيشن بتعملها الاي كي اف، ان انت لازم يبقى الكلب بتاعك ريجسترد في الاي كي اف، لازم تبقى انت دافع مثلا فور اكزامبل مصاريف السنويه بتاعت الاشتراك في الاي كي اف، يبقى الكلب بتاعك عنده مايكرو تشيب مظبوطه في البيديجري بتاعته، وان الكلب يبقى ما فيهوش اي حاجه تعوقه من ناحيه الروتوايلر ستاندرد ان هو يشارك في البطوله دي، زي فور اكزامبل مثلا السنان بتاعت الكلاب لازم السيزر بايت دي تبقى مظبوطه، ما يبقاش الكلب اندر شوت او الكلب يبقى عنده اوفر شوت، زي حاجات كتيره جدا ممكن تخلي الكلب ديسكواليفايد. ده بالنسبه للاشتراك في البطولات. البطولات دي بتبقى جميله جدا لان الكومبيتيشن فيها عالي قوي، مش بس بيركز على الكلب شكله عامل ازاي، ده بيركز كمان جدا الكلب ده متدرب ازاي، البوند اللي بينه وبين صاحبه عامل ازاي، الدرايف بتاع الكلب عامل ازاي. I think ان هي حاجه بطوله ورياضه زي اي رياضه في الدنيا، وممتعه جدا والاحساس بالفوز فيها جميل، سبيشلي لو انت الكلب اللي بتكمبيت بيه ده كلب من انتاجك انت ومن شايل اسم مزرعتك and so on. انا معايا كلبه هنا ظريفه قوي كده من انتاجي، عندها سنتين، هي فيميل، هي بجد فعلا يعني كل اللي انا قلته ده يتلخص فيها، تعالي هنا. دي اسمها بلاس، هاوس اوف زد ار كي بلاس، دي البلاد لاين بتاعها عالي جدا، كلبه انا اقدر اقول ان في الثلاث سنين دي احلى حاجه انا طلعتها في الدنيا، والحمد لله انا شاركت بيها في بطولات كتير وواخده تايتلز كتير، اخرهم افريكا اند ميدل ايست بيست جونيور فيميل. فانا يعني فعلا انصح اي حد عايز ان هو يدخل في الرياضه دي ويدخل اكتر في البريدنج وفي السلاله بتاعت الروتوايلرز او غير الروتوايلرز، ان انت كلبك حتى لو مش معاه بيديجري تقدر تروح الاي كي اف وتطلع له حاجه اسمها زيرو بيديجري، بتعمل له تيست بيبقى بيختبر من حكم، والحكم ده بيبص عليه ويقدر من خلال ان هو يعمل تقييم للكلب يشوف الكلب ده بيابايد باي الستاندردز بتاعت البريد ولا لا.